طيب احنا معانا الاستاذ فيصل عبد الهادي الامين العام المساعد للاتحاد السعودي لكره القدم سابقا، وهو كان حبيبك قوي، واحنا جبناه طبعا. انا بشكر الاعداد عرفوا يجيبوه وبعت لنا فيديو من السعوديه عشان عاوز يتكلم على كابتن عادل. كابتن عادل طعيمه تعرفه الجماهير كمحلل في القنوات الرياضيه، ولا تعرف الكثير منهم انه الكابتن عادل هو أحد صناع الكرة المصرية من خلال تدريبه في لسنوات طويلة في النادي الأهلي، وأشرف على تدريب عدد كبير من اللاعبين أبرزهم حسام حسن وإبراهيم حسن اللي لا زالت بصماته من خلالهم على الكرة المصرية في السنوات الماضية والقادمة بإذن الله تعالى. الجانب الآخر، الكابتن عادل طعيمة درب في المملكة العربية السعودية منتخب العسكري السعودي لمدة 5 سنوات، وأيضا أشرف خلال هذه الفترة على المدرب القدير العالمي ناصر الجوهر اللي حقق مع منتخب المملكة العربية السعودية الكثير من الإنجازات على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي، وأهمها طبعا عندما وصل بالمنتخب السعودي عام 2002 وببطاقة واحدة إلى نهائيات كأس العالم اللي أقيمت في كوريا واليابان. لازلت في الحديث عن الكابتن عادل طعيمة اللي بعد كل هذه المسيرة وهذا التاريخ الطويل لم يبحث أو يعمل أو يطمح في الحصول على منصب في اتحاد الكرة المصري، وأنا على علم بأنه عرض عليه مناصب ولكن كانت باشتراطات معينة ورفضها. وهو في الحقيقة الأجدر في الحصول على هذه المناصب لكثير من الصفات الشخصية والقيادية اللي توفر فيه. الكابتن عادل من واقع تجربة عمل ميدانية وعن قرب هو رجل هادئ جدا خارج الملعب وداخله، متسلح دائما بإيمانه، مستمع بدرجة امتياز، يقيم الأمور بكل صدق وأمانة، يعلم احتياجات المهنة وحريص على جميع اللاعبين بلا استثناء، وأيضا حريص على كل من يعمل بقربه، لا يمل ولا يكل بالتوجيه الفني والتربوي. العادل الكابتن عادل يعني أقيمه على أنه ثروة وطنية رياضية على المستوى العربي وليس المصري فقط. هتقول ايه للأستاذ فيصل؟ الرجل ده اشتغل معايا او انا اشتغلت معاه في نادي الاتفاق لمدة 2 شهر. شو بيقول الكلام ده كله ازاي؟ انت سايب انطباع جميل هناك. هذا الرجل اولا اشتغل معايا فترة قليلة جدا، ومع ذلك من يوميها لحد النهاردة على تواصل. الراجل ده راح 4 دورات كاس عالم ماسك الامين العام للاتحاد العربي السعودي، الذراع اليمين للامير، 22 سنة بيخدم في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، 4 دورات كاس عالم بجدارة. الاتحاد العربي ولا الاتحاد السعودي؟ الاتحاد السعودي. الاتحاد السعودي هو الامين العام للاتحاد السعودي لكل المنتخبات. ايوه وطبعا سمير عدلي وجماعة دول كانوا بيقابلوه ساعات في اكيد. فالراجل ده راح للامير نواف ابن عبد العزيز وطلب منه يعني رجاء اعفيني من الوظيفه ديت، لان انا ساكن في الدمام واسرتي في الدمام، وانا شغلي 22 سنه في الرياض، فابويا وامي واسرتي، فرجاء يعني اعفيني علشان. فقال له لا وبتاع. المهم بعد محاولات مستميته قال له طب انت يعني روح المنطقه الشرقيه امسك الرئاسة المنطقة هناك، واعتقد اذا كان موجود او ساب يعني في الفترة الاخرانية. انت بقالك فترة ما لا على طول على تواصل. بس هو الحقيقة نموذج للانسان المتفاني في عمله على التفاصيل الصغيرة، يعرف ازاي يوجه اللعيبة كشغل اداري، يحضر ازاي علاقات بالفيفا واسيا وافريقيا، علاقات قوية جدا، تواضع غير طبيعي